زابوريجا واحدة من 4 محطات نووية في أوكرانيا، فيها 6 مفاعلات. المحطة شيدت خلال فترة تشييد تشيرنوبل خلال الحقبة السوفيتية. مسؤول المصنع جاء إلى هنا في العام 1986، عام كارثة تشيرنوبل. الكارثة التي وقعت في محطة تشيرنوبيل لا يمكن أن تحدث هنا لأن نوعية خزان المفاعلات مختلفة. هناك أيضا حاويات فوق كل مفاعل، إنها تمنع تسرب المواد المشعة في حالة الطوارئ. مفاعل تشيرنوبيل كان معززا ببعض البلاطات الخرسانية فقط، وهذا لا يمنع خروج الإشعاع في الجو. الحاويات هي قبة حمراء ورمادية فوق كل مفاعل نووي، قباب يفترض أنها تقاوم تحطم طائرة وزلزال بقوة 7 ريختر. لهذا السبب حين بدأ الصراع في شرق أوكرانيا على مسافة 300 كيلومتر فقط، العمال حافظوا على هدوئهم. إدارة المصنع لها ثقة عالية بأنظمة السلامة هنا، فقررت الاستمرار بعمل مفاعلين منها. تطوير وتمديد عمر مفاعل قديم أرخص بكثير من بناء آخر جديد. نطبق عليه المعايير الجديدة ونستبدل معداته، وبذلك يمكن تمديد حياته. مشروع يدعم ماليا من قبل البنك الأوروبي لإنشاء وتعمير الطاقة النووية الأوروبية والبرنامج النووي للطاقة للاتحاد الأوروبي. لكن في كييف علماء البيئة يشككون باحترام معايير السلامة الفائقة، كما ذكرت الحكومة. عضو في المركز الوطني للبيئة في أوكرانيا يعبر عن قلقه بهذا الخصوص. الطاقة النووية لا يمكن أن تكون آمنة بسبب مخاطر تقنيتها. إذا عملت محطة للطاقة النووية أكثر من المدة المحددة لها، هذا يعني استهلاك بعض معداتها، ولا يمكن استبدال كل عنصر فيها. هذا يزيد من خطر وقوع الحوادث. إنه يشكك أيضا بسلامة المفاعل في حالة وجود نزاع عسكري. حين أجريت العملية الحسابية حول تحطم طائرة مثلا، كانت هناك بعض الملاحظات حول الأضرار الممكنة، لكن منذ ذلك الحين العالم تغير. الآن هناك طائرة بوينغ تقوم برحلة دولية. في أوكرانيا قبل 15 عاما لم نتحسب لمخاطر العملية العسكرية، الآن إنها مشكلة. إرث تشيرنوبل بعد 30 عاما لا يزال في غاية الخطر على أوروبا. المجتمع الدولي يساهم في تمويل بنية آمنة لعزل المفاعل الملوث رقم 4، لكن كيف يمكن غلق جراح كارثة 26 نيسان عام 1986؟